ما هي مدينة العشرة آلاف بحيرة؟ ولاية مينيسوتا، أو ما تعرف أيضا بولاية العشر آلاف بحيرة، هي ولاية واقعة وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، اعترف بها كولاية بشكل رسمي في 11 من ماي من سنة 1858، وبالتالي فقد أصبحت الولاية 32، وهي موجودة في النصف الشرقي من إقليم مينيسوتا. وأكثر ما يميزها هو احتواؤها على عدد كبير من البحيرات، وهذا ما يفسر سبب تسميتها بالعشرة آلاف بحيرة، ويطلق عليها أيضا لقب نجم الشمال. تحتل هذه الولاية المرتبة 12 من ناحية المساحة، وال21 من حيث عدد السكان في البلاد، حيث يعيش 60% من إجمالي السكان فيها في منطقة مينيابوليس سانت بول الكبرى، التي تعرف باسم المدينتان التوأم، كما أنها تعتبر مركزا لكل من المواصلات والأعمال والصناعة والتعليم وكذلك الحكومة، بالإضافة إلى كونها موطنا لمجتمع فنون معروف عالميا. تتكون بقية الولاية من البراري الغربية التي سخرت للزراعة المكثفة والغابات النفطية في الجنوب الشرقي، ومسحت جزئيا للزراعة والسكن، والغابات الشمالية الأقل سكانا وتستغل في التعدين والجراحة، كما أنها مركز للاستجمام. تتميز هذه الولاية عن غيرها من الولايات بتوجهها السياسي التقدمي، وكذلك معدلها العالي في المشاركة المدنية والإقبال على الانتخابات، وتجدر الإشارة إلى أنها كانت مسكونة من داكوتا وأجيبوي، وذلك قبل الاستيطان الأوروبي. وخلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كانت الأغلبية العظمى من مستوطنيها الأوروبيين هم مجموعة من المهاجرين الإسكندنافيين وكذلك الألمان. وظلت هذه الولاية مركزا للثقافة الإسكندنافية الأمريكية وكذلك الألمانية الأمريكية. ساهمت الهجرة من آسيا والقرن الإفريقي وأمريكا اللاتينية إليها في التغيير من تكوينها الديموغرافي والثقافي والتاريخي. ويعتبر مستوى المعيشة في هذه الولاية من بين أعلى المعدلات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها تعتبر الأفضل تعليما والأكثر ثراء في الدولة. تعتبر هذه الولاية هي الولاية الأمريكية الثانية من ناحية وقوعها إلى الشمال، وذلك بعد ألاسكا، حيث أن زاويتها الشمالية الغربية المعزولة في مقاطعة بحيرة الغابات، وتعتبر الجزء الوحيد من ضمن 48 ولاية متجاورة يصل إلى شمال خط العرض 49. تعتبر الولاية جزءا من منطقة الولايات المتحدة التي تعرف باسم أعالي الغرب الأوسط، كما أنها تعتبر جزء من منطقة البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية، وتشترك هذه الولاية في مجموعة من الحدود المائية المتماثلة ببحيرة سوبيريو، وذلك مع ولاية ميشيغان، بالإضافة إلى حدود برية ومائية مع ولاية ويسكونسن في الجهة الشرقية، ومع إيوا من الناحية الجنوبية، وكذلك نورث داكوتا وساوث داكوتا من الناحية الغربية، بالإضافة إلى المقاطعتين الكنديتين أونتاريو ومانيتوبا من الناحية الشمالية. يتميز المناخ في هذه الولاية بوجود فارق كبير في درجات الحرارة القصوى والدنيا، حيث يصنف المناخ فيها على أنه عبارة عن مناخ قاري مع وجود شتاء بارد وكذلك صيف حار. يعتبر أغلبية سكان هذه الولاية من البروتستانت، مع وجود مجموعة لوثرية كبيرة، والسبب في ذلك يعود إلى الوجود العرقي من أوروبا في الولاية، ويشار إلى أن معظم الروم الكاثوليك هم من أصل ألماني وإيرلندي أو سلافي، حيث يشكلون أكبر طائفة مسيحية في البلاد.